بسم الله الرحمن الرحيم، معكم المهندس يوسف الحوراني من قناة 10 مينت. اليوم احنا معكم في سلسلة مميزة وكورس مجاني على الانترنت. طبعا هذا الكورس لن تجده مثيله على الانترنت او حتى في قنوات اليوتيوب، وانا بوعدكم بذلك ان شاء الله تعالى. طبعا الكورس اليوم المجاني هذا عنوانه هو انشئ مشروعك الخاص، وزي ما انتم شايفين هي اونلاين، حتكون ان شاء الله على شكل حلقات وسلسله. بتمنى منكم انه تتابعونا وتشاركوا هذا الفيديو وتشاركوا في قناتنا على اساس انه تصل الفائده لغيركم من الناس. اليوم ان شاء الله احنا حنتناول الاسباب اللي احنا خلتنا انه احنا نتناول هذا الكورس. أول حاجة الأسباب التالية إنه إحنا سبب رئيسي هو مصدر دخل. ليش المشروع الخاص هو مصدر دخل؟ لأنه كل إنسان بيرغب بمصدر دخل إنه أو سبب رزق لعائلته لأسرته أو له، وبيرغب كل منا إنه يكون هو حر ماليا أو مستقل من حيث الدخل، ولا يعتمد على وظيفة أو على حكومة أو على قطاع خاص، أو ينتظر الفرصة اللي هي تجي المواتي أساس هو يعمل. زي ما تشوفين فرص العمل اليوم قليلة نتيجة الأوضاع السياسية والأوضاع الاقتصادية، وبالتالي إحنا لا ننتظر الفرصة المواتية من حكومة أو قطاع خاص أو حد حتى يعني يحزن أو يشفق علينا إنه ويشغلنا بوظيفة بتناسبنا. بالتالي لازم أنت اليوم تفكر إنه أنت تنشئ مشروعك الخاص وتدور على مصدر رزق لإلك وتستغل من خلال مواهبك وقدراتك ومهاراتك. بنحكي كمان انه بالاضافة انه هي حتكون مصدر دخل مشروعك الخاص، ايضا حيقلل من نسب البطالة ومن نسب الفقر المنتشرة في دولنا العربية خصوصا. بنحكي سبب رئيسي ثاني لهذا الكورس انه اقتصاديات الدول اليوم تبنى على المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة. طيب هناك احصائيات مهمة جدا، هذه بتعطيك انديكيتورز او هي مؤشر انه تحفزك انه اليوم انت لازم تبدأ مشروعك الخاص. اليوم بتحكي انه اقتصاديات الدول، مثال ذلك الولايات المتحدة 46% من اجمالي الناتج المحلي يشكل طبعا او يبنى على المشاريع والشركات الخاصة. بنحكي عن ايضا انه اجمال الناتج العالمي بيعتمد بنسبة 46% على المشاريع والشركات الخاصة. أيضا هناك اللي هو مصر مثال كدولة عربية، بنحكي عن أنه 25% من اللي هو إجمالي الناتج المحلي بيعتمد على الشركات الناشئة، بوفر تقريبا من 60-70% من فرص العمل، وهذه إحصائية قديمة نسبيا ولكن يمكن الاستئناس بها في هذا المكان. واليابان كمان، اليابان اليوم 80% من الوظائف بتعتمد على المشاريع الصغيرة. إذا شو أنت بتستنى؟ يلا بسرعة ابدأ معنا وخليك معنا في هذا الكورس عشان نحاول انه احنا اليوم نأسسك لخطوات عملية ومنهجية عملية انه انت تبدأ مشروعك الخاص. ايضا هناك سبب ثالث، اهتمام الشباب. اليوم كثير من الشباب بيهتم انه يكون له مشروع خاص، البزنس الخاص به، ان يكون مدير نفسه، ان يكون حر ماليا لا يعتمد على احد في مصدر دخله. بالتالي اصبحت اليوم عقول الشباب، وهذا فكر جيد، انه اليوم الشباب فيهم طاقات وافكار وسكيلز، لازم يستثمروا هذه المهارات وحنتكلم عنها كسبب سابع. ايضا السبب الرابع انه لا يحتاج لرأس المال، انه انت اليوم بامكانك انه تنشئ مشروعك الخاص بدون اي رأس مال، يعني بدون تكاليف مرتفعة مثل اللي هو الشركات الكبيرة او مثل اللي هو ممكن يعني تعمل مشروع كبير. لا، اليوم انت بامكانيات بسيطة ممكن تبدأ مشروعك الخاص، مثل الجوال، اللابتوب، طابعة مثلا، مكتب صغير، يعني بإمكانيات بسيطة اليوم أنت ممكن تبدأ أي فكرة. ومثال ذلك يعني الفريلانسرز، اليوم أنت بتلاحظ مواقع الفريلانسرز التي انتشرت والشباب اللي بيشتغلوا عليها، بل أنه كثير من الشباب بحققوا إيراد عالي جدا من وراء هذه الوظيفة. هذا كمثال وليس يعني كالعموم، تمام؟ فهذا المثال يعني دليل مثال واضح على أنه ممكن أنه أنت تبدأ اليوم برأس مال بسيط. وان شاء الله احنا خلال السلسلة حنحاول نجيب افكار اللي كيف انه ممكن انه ننشئ مشاريع خاصة او افكار لمشاريع خاصة من خلال تكلفة منخفضة.
أيضا اليوم عندنا الإبداع والابتكار. الإبداع والابتكار مهم جدا، ولا تجده إلا في المشاريع الناشئة أو في الشركات اللي هو الخاصة. يعني أغلب الإحصائيات تدل على أن الإبداع والابتكار في الإنتاجية أو في الأفكار بتولد من وين؟ من المشاريع الصغيرة والمتوسطة. عشان هيك مهم جدا أنه أنت اليوم تنشئ مشروعك الخاص وبسرعة. أيضا هناك سبب سابع، سهولة الحصول على تمويل. اليوم أنت بتتكلم أنه كثير من المنظمات وكثير من الصناديق الاستثمارية وشركات التمويل والتأجير اليوم ممكن تمنحك سيولة مالية أنه أنت تبدأ مشروعك الخاص وبشكل سريع، ولكن طبعا هذا بيحتاج اللي هو دراسة جدوى أو خطة عمل، أو تقدم بزنس موديل طبعا يكون دقيق ومبني على اللي هو خطوات عملية وعلمية، على أساس أنه أنت تكون مقنع في دراسة الجدوى أو في خطة العمل. وهذا طبعا سيكون إن شاء الله من ضمن مواضيع اللي هو الكورس المجاني على الانترنت. ايضا سبب سابع، طاقات وابداعات الشباب. للاسف انه كثير من طاقات وابداعات الشباب وافكارها مهمله ولا تجد اللي هو طبعا الاستثمار الجيد لها. فبالتالي من خلال هذا الكورس احنا ان شاء الله حنعمل على تحفيزك انه تستغل طاقاتك وابداعاتك وافكارك في انه تستثمرها في انشاء مشروعك الخاص. كثير من الشباب يعني لديهم الافكار، لديهم الابداعات، لديهم اللي هو المهارات العمليه، بدناش نقول انه في احلام واهداف وهميه وحماسه زائده عن اللزم، لا، اليوم احنا لازم نستثمر الطاقات والابداعات والمهارات انه لمشروع خاص. عشان هيك لازم انت تكون معنا في هذه السلسله المميزه والكورس المجاني، عشان انه احنا نساعدك على انه تنشا مشروعك الخاص، او هذا سيكون ان شاء الله مبني على خطوات علميه وعمليه ممنهجه، مش اي كلام، مش تحفيز، مش اللي هو نشاط حماسه تدفعك الى الانجاز. والآن هنتكلم اللي هو عن جوانب هذه الدورة. طبعا هذه الجوانب ليست حصرية وإنما هي عناصر رئيسية، وهناك إن شاء الله تفرعات وتفاصيل هنتناولها خلال حلقات قادمة بإذن الله تعالى. في عندنا أول حاجة هنتناول اللي هو جانب مفهوم المشروع الخاص. شو هو تعريف المشروع الخاص، وشو هو عدد العاملين، وشو طبعا مقياس رأس المال، وكيف احنا ممكن اللي هو نصنف مشروعنا هو صغير ام متوسط ام مشروع كبير، بناء طبعا على عدد العاملين وحجم رأس المال. في عندنا حنتناول ايضا مهارات التخطيط، وحنغطي جانب كيف انه انا اعمل خطة عمل في مشروعي، وايضا حنتناول جوانب اللي هو وضع الاهداف، كيف انا احط اهداف لهذا لشركتي او لمشروعي، كيف انا ايضا اللي هو ابني اهداف مؤشرات قياس، كيف اقيس هذه الاهداف هل تحققت ام لا. ايضا حناخد ان شاء الله اللي هو مثال خطة عمل على مشروع معين، وان شاء الله حناخد حالات عملية لخطة عمل معينة، اساس انه ان شاء الله انتم تتدربوا اللي هو على وضع خطط العمل لمشاريعكم. ايضا هناك خطط العمل ودراسات الجدوى، زي ما حكينا انه حيكون في ان شاء الله هناك ايضا نموذج لخطة عمل حنورجيكم اياه خلال اللي هو القناة، وحنستعين فيه وحتتدربوا ان شاء الله على مشاريعكم الخاصة، بالاضافة الى دراسات الجدوى. زي ما انتم شايفين دراسات الجدوى اليوم اصبحت هي مطلب رئيسي لاي صندوق استثماري او شركة تمويل، بتطلب منك دراسة جدوى. ليش؟ عشان تمول مشروعك. طبعا دراسة الجدوى هي عبارة عن ايش يا جماعة؟ صورة واقعية لمين؟ لمشروعك اللي انت بدك تنشئه، سواء من ناحية مالية، من ناحية فنية، من ناحية بيئية او قانونية، وبالتالي هو يعكس مدى جدية مشروعك في التنفيذ ومدى نجاحه، بيعطيك قوات تفصيلية من الالف الى الياء لتنشئ اللي هو او تكتب دراسة جدوى وخطة عمل لمشروعك الخاص. في عندنا ايضا التسويق واستراتيجيات التسعير، هنتعرف على المزيج التسويقي وعناصره، وكيف انا ممكن ابني خطه تسويقيه رائعه لمشروعي اللي هو الصغير او المتوسط، وكيف انا اساهم في انجاح هذا المشروع من خلال اللي هو الخطه التسويقيه. والتسويق يا جماعه شيء مهم جدا، لانه كثير من المؤسسات بنفقوا ملايين الدولارات على موضوع اللي هو تسويق منتجاتهم او خدماتهم. فاحنا بدنا نشوف، نحاول في مشروعنا الصغير اللي احنا حنشوف كيف انا استخدم وسائل فعاله وتكنيك صغير بحيث انه ما يكلفني كثير، بحيث اني استغله في تسويق مشروعي منتجاتي او خدماتي، من خلال يعني نضرب مثال السوشيال ميديا، او من خلال اللي هو وسائل الاعلام اللي هو الحديث نسميها، في انه نستغلها في تسويق منتجاتنا. ايضا في استراتيجيات التسعير، كيف انه انا بدي اسعر منتجاتي،
انه مثلا بناء على التكلفة، هل انا اشتري رو ماتيريال او اشتري منتج جاهز واضيف عليه هامش ربح، ولا ممكن انا احسب تفاصيل التكاليف؟ هذا ان شاء الله حنعرفه اللي هو في استراتيجيات التسعير، بالاضافة للفرق بين الوظيفة والعمل الحر. انه انا كشاب طموح، انه هل انا ابقى في وظيفتي ولا ابحث عن وظيفة فقط، ولا انه ايضا الجأ الى العمل الحر. هناخد اللي هو سلبيات ومميزات اللي هو الوظيفة والعمل الحر، وكيف أنا ممكن أجمع بينهم الاثنين. يعني كيف الخيار الأول إن أبقى في وظيفتي تمام، أو أشتغل في العمل الحر، أو ممكن أدمج الاثنين مع بعض كسياسة للي هو أتجنب اللي هو المخاطر المتوقعة. بالإضافة إلى المبررات والأعذار، حنتناول أيضا شو هي مبررات اليوم الشباب لعدم اللي هو تنفيذ مشروع خاص أو عدم إنشاء مشروع. هيقول لك والله رأس المال، الوقت، الجهد، المخاطرة وإلى ذلك. إحنا حنتناول هذه المبررات وحنحط نحاول حلول عملية واقعية، إنه إحنا نحاول قدر الإمكان نتجنب هذه المبررات. أيضا الفكرة، كيف أنا ممكن أصيغ فكرة مشروعي الخاص، وكيف أنا ممكن أبرمجها من خلال اللي هو مشروع ناجح. يبقى أنا كيف بدنا نوصل للفكرة، هناخد طبعا أسلوب وخطوات عملية واضحة لأنه أصل لفكرتي اللي أنا ممكن أحولها لمشروع ناجح. تمام، لأنه مش كل فكرة ممكن تصير مشروع ناجح. يعني هذا كلام خطير لازم نأخذه في محمل الجد. ايضا عندنا اللي هو المنافسون، حنتناول المنافسون وكيف انه انا احلل المنافسين، وكيف اتعرف على خدماتهم او منتجاتهم، وكيف انا لازم احط خطة اني اعمل فيها احلل المنافسين على بناء على ويتس معينة، واعرف انا وين مكاني بين هؤلاء المنافسين، وايش هي توقعاتي اللي انا لازم اعملها عشان اتجنب اللي هو مين المنافسون واخطارهم. بالتالي ممكن حتناول معلومات مهمة، ايش نوع المعلومات، شو هي الهوية التجارية اللي لازم انا احظى فيها عشان اني انا انافس هذول الناس. ايضا حنتناول الى طرق التحليل، ان طرق التحليل زي ما تشايفين في عندنا السوات اناليسيس، في عندنا الجي اي ماتريكس، في عندنا البنش ماركينج. حنتناول هذه طرق التحليل ونستخدم كل طريقة كيف ممكن انه احنا نستخدمها. السوات اناليسيس ما شو كيف هنستخدمها في مشروعنا، ايضا البنش ماركينج والجي اي ماتريكس. ان شاء الله هذه عناصر طبعا هي رئيسية حنتناولها بشكل مفصل خلال هذا الكورس. بتمنى انه ان شاء الله تتابعونا وتظلوا معنا في هذه السلسلة، وما تنسوا اللي هو الاعجاب والاشتراك في قناتنا عشان يصلكم كل جديد، ونشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.